نعم، بطبيعة الحال القصف المدفعي لم يتوقف في مناطق شرقية لمخيم النصيرات، مناطق شرقية لمنطقة المصدر البغازي، مخيم البريش كذلك. عمليات القصف منذ ساعات الصباح الأولى في تلك المناطق يعني لا تزال مستمرة، تزامنا مع عملية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي. الجرافات الإسرائيلية تقوم بعمليات حفر، عمليات تجريف في ممتلكات المواطنين شرق مخيم البريج، محيط منطقة محطة الفرات، في مناطق شمالية شرقية لمخيم البريج، في منطقة تسمى بتبت الريس، إضافة لعملية تقدم للآليات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى، بل منذ ساعات الفجر الأولى وصلت هذه الآليات لمنطقة شمال محطة توليد الكهرباء، وصلت هذه الآليات من منطقة المغراقة وتقوم بعملية تمشيط، عملية تجريف مصحوبة بعملية إطلاق نار بشكل مكثف في تلك المنطقة. القصف المدفعي طال عدة مناطق، أرض المفتي ومحيط منطقة الدعوة، إضافة لمناطق مجاورة لشركة الكهرباء. قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك استهدفت بالمدفعية منطقة بلوك 12 بمخيم البريج، استهدفت منزلا وشقة سكنية في منطقة أبراج النوري بأرض المفتي شمال مخيم النصيرات، إضافة لاستهدافات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الجنوبية الشرقية لمنطقة مخيم المغازي، تزامنا مع عمليات حفريات تقوم بها قوات الاحتلال في منطقة المصدر إلى الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي من منطقة مخيم المغازي. وسط القطاع منذ أمس وهو يتعرض لعملية عسكرية واسعة النطاق، نتحدث في مناطق جنوبية شرقية لمنطقة دير البلح، جنوبية شرقية كذلك لمناطق مخيم البريج، وأيضا المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات. هذه المناطق والنقاط التي تحدثت بها تتواجد بها آليات الاحتلال الإسرائيلي، ويقوم الاحتلال بين حين وآخر بشن غارات إسرائيلية على منازل المواطنين، توقع عدد من الشهداء وتوقع عدد من المصابين كما حدث هذا اليوم في مناطق في منطقة الزويدة ودير البلح كما أفاد الزملاء في دير البلح. بطبيعة الحال مستشفى العودة حيث نتواجد استقبل منذ ساعات الليلة الماضية حتى هذه اللحظات 8 إصابات بفعل عمليات القصف المدفعي المتواصل على مناطق وسط قطاع غزة. حولت هذه الإصابات بطبيعة الحال لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.